ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه الفراخ المغربيه. انا اخدت الطريقه دي بصراحه من اكرام، هي مغربيه، فان شاء الله هنعمل الطريقه مع بعض. اول حاجه عندنا هنا نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه ونص معلقه قرفه، ونص معلقه زنجبيل، وثلاث حبات حبهان. طبعا الملح على حسب انتي بتحتاجي ملح قد ايه. واخدت نص معلقه كركم وزعفران، بس ما تاخدوش كتير، وبرضك نص معلقه كمون، واخدت ورق لورا، واخدت بصله كبيره بشرتها، واخدت فصين ثوم بشرتهم مع بعضيهم، وهستخدم زيت زيتون، وهستخدم كمان دبس رمان. طبعا دي الفراخ طبعا غسلتها كويس، وكنت نقعها بالملح والخل. طبعا بسيب الحلة لحد ما تسخن جامد، وبعد كده بحط زيت زيتون على حسب انت بقى بتحبي قد ايه. انا هحط حوالي 3 معالق كده كويس. في طريقة تانية اللي انتي بتحطي الفراخ تتحمر شوية، وبعد كده بتشيلي الفراخ، وبعد كده في نفس الزيت بتحطي البصل وبتحطي التوابل وبتحطي كل حاجة، وبعدها بخمس دقايق بروح بتحطي الفراخ تاني. بس انا عشان مستعجلة فهحط الاول الفراخ وبعد كده هحط الباقي ورا بعض. هسيبها شوية كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده هقلبها الناحية التانية. زي ما انتي شايفين كده هيخلط الصدمة، هنزل البصل. سوري الطبق كان هيقع. حط معلقتين او معلقه ونص كده دبس رمان. حطيت 5 معالق صلصه، هفضل اقلبهم كده في بعض. لتر ميه، بس بصراحه كانت عايزه ميه تاني فهحط نص لتر بس كده. هو هعلي النار عليها واغطيها واسيبها لحد ما تستوي. وده كان شكلها النهائي، طبعا لسه سخنة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وبليز بقى لايك وشير بقى للفيديو. اول مرة تشوفي قناتي، بليز اضغطي على زر الاشتراك واضغطي على زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك اشعار على طول. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.